بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بصحة جيدة أحوالكم. راح نبدأ محاضرة البايو إن أورجانيك كيمستري. أول محاضرة، نعرف أنه البايو إن أورجانيك كيمستري هو علم وأحد فروع الكيمياء اللاعضوية. هذا العلم لح يكون له ارتباط بعلوم مختلفة، لح يرتبط بالبايو كيمستري، يرتبط بالإنأورجانيك، بالفيزيولوجي، بالفارماكولوجي، يرتبط بالمايكروبيولوجي، بالفيزيكس، بالتوكسيكولوجي، ويرتبط بكثير من العلوم. ارتبط له ارتباط كبير بعندنا فسلة الجسم، وبعندنا عمليات الحيوية في داخل عندنا الجسم له ارتباط كبير. نعرف احنا بشكل عام انه اجسامنا انه تحتوي على العناصر الحيوية اللي هي مثل اكثر شيء عندنا البوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد، يكون النحاس، وكثير من العناصر لها دور كبير تلعب في عندنا العمليات الحيوية في داخل الجسم، مثل عمليات النقل، وكذلك عمليات الأكسدة والاختزال والتحلل المائي، وكثير من عندنا الأنزيمات لا تعمل إلا بوجود عندنا العناصر. من هذه العناصر المهمة الموجودة في الجدول الدوري، حيث نلاحظ في هذا السلايد انه اكثر شيء عندنا مهمة، العناصر المهمة الموجودة بشكل عام، هناك 11 عنصر موجودة بكثرة، اللي هي عندنا تتمثل بالهيدروجين، الكربون، النيتروجين، الاكسجين، الصوديوم، المغنيسيوم، الفسفور، الكبريت، الكلور، البوتاسيوم والكالسيوم. هذه العناصر تكون موجودة بكثرة بكمية، اما العناصر بتكون موجودة بكميات تكون اقل، اللي هي متمثلة بالمنغنيس، وكذلك الحديد، الكوبالت، النحاس، الزنك، اليود، والمولبدينم، والكميات اللي أقل بعد من ذلك اللي متمثلة بالبورون والفلورايد والسيليكون، فناديوم، كروم، والسيلينيوم، وعندنا القصدير. نلاحظ في هنا الجدول الدوري يبين مؤشر عليه، وكذلك هناك علامة اللي هي تمثل عندنا الشكل الدائري والشكل المربع باللون الأزرق والشكل المربع باللون الأخضر، على أنه باللون الأزرق التريس، باللون الأحمر البالك، وكذلك بأنه اللون الأخضر اللي تكون بشكل لون سم، على كمية اعتمادا على كمية العناصر الموجودة بعندنا داخل الكائنات الحية. نلاحظ هذا عندنا الشكل يمثل عندنا انه شوف انه تركيز العناصر بشكل عام انه على فسيولوجية الجسم. الوسط يكون هي تمثل عندي الشكل الاوبتيمال، اللي هو يمثل انه الشكل اللي يكون بشكل المثالي، لما تكون عندنا الكمية المثالية للعناصر الموجودة بداخل عندنا الجسم، اللي هي هذا اللون الاخضر اللي هو عندنا الكمية. في هذه الحالة بهذا الاتجاه الكونسنتريشن الإحداثي الصادي اللي هو الاكس اكسس، اللي هو الاكس اكسس شي يمثل لي الكونسنتريشن، الواي اكسس يمثل لي التأثير او الإفكت، بالوسط هذا حيمثل لي الاوبتيمم سبلاي اللي هي الكمية المثالية المفروض انه تكون عندنا بداخل الجسم. اما بالنسبة الى كان نلاحظ لو كل ما يقل التركيز للعناصر الأساسية الموجودة في داخل الجسم، فأول شيء شلح يكون من تقل هذه العناصر فتركيزها شلح يؤدي إلى deficiency، إلى diseases، إلى حدوث الأمراض، وتقل بعد بالزيادة تؤدي إلى سامح الله إلى أنه إلى الموت death. نفس الحالة كل ما يزيد تركيز عن الحد المطلوب أو الحد إدنا، طبعا نعرف احنا بشكل عام لما نروح نسوي تحاليل أنه كل العناصر او الموجوده بداخل الجسم نشوف لها كميه ليميتد الى حد معين من التركيز، زياده عن الحد الطبيعي او نقصان عن الحد الطبيعي، فطبعا لها تاثيرات سلبيه، وان شاء الله حناخذها بالمحاضرات القادمه. فالزياده من عندها بالتركيز راح يؤدي الى انه ايضا بالبدايه زياده قليله نشوف انه ايضا تؤدي الى ديزيزز، ومن ثم بعد ذلك لما تبدي تزيد عن الحد المطلوب راح تؤدي الى الديث او ادنى الى الموت. راح نبدي ناخذ عندنا العناصر بشكل عام. الاسينشال مثل ما ذكرناها بعندنا السلايد اللي قبله، هذه العناصر طبعا احنا
هذا السلايد، العناصر هذه لازم يكون عندنا نعرفها. هذه العناصر اللي هي حتكون عندنا، اللي هي اول شيء عندنا الصوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، والكالسيوم، فناديوم، كروميوم، منغنيز، حديد، ايرون، كوبالت، نيكل، كبر، والزنك، مولبدينام، تنكستن. بشكل عام راح نبدي ناخذ كل العناصر اللي هي المور امبورتنت داخل عندنا الجسم. فعندنا راح نبدي ناخذ عندنا الجنرال رولز، انه اهميتها، جنرال رولز عندنا اوف ميتال اند بايولوجيكال، اللي هي عندنا راح نجي ناخذ اولا عندنا الصوديوم والبوتاسيوم. شنو اهميتها؟ شنو الاهميه لها في داخل او بالنظام البيولوجي من ناحيه بيولوجيه؟ اول شيء تعتبر هي حامله للشحنات، تشارج عندنا كاريرز، راح تكون تعتبر هي حامله تشارج كاريرز. ثانيا حتحافظ على الضغط الازموزي في داخل اوزموتيك اند الكتروكيميكال جراديانت. نيرف فانكشن عندنا تحافظ على الوظائف العصبية، فإذا عندنا لها ثلاثة وظائف مهمة في داخل عندنا الكائنات الحية. بالنسبة إلى المغنيسيوم والكالسيوم لها أيضا أنه تعمل على تحفيز عمل الأنزيمات اللي هي الإنزيم أكتيفيترز. ستراكتشر عندنا بروميترز تأثر عندنا على الشكل أو هيكلية الكائنات الحية، تعتبر كحوامض لويس أسيدز. وايضا تدخل ايونات المغنيسيوم الثنائيه في تركيب عندنا ايونات الكلوروفيل، وتدخل في عمليه او التركيب الضوئي الفوتوسينثيسيس، عمليه التركيب الضوئي. بالنسبه لايونات الكالسيوم اللي هي تكون عندنا انسوليبل فوسفيت، هذه هي عندنا الاهميه بشكل عام في النسبه من ناحيه بيولوجيه. راح نجي نعرف عندنا بالنسبة إلى عندنا العناصر اللي هي الألكالين ميتال. احنا نعرف أن عناصر الألكالين ميتال عناصر اللي هي نسميها بالعناصر القلوية. العناصر القلوية اللي هي تتمثل بالسلسلة الأولى اللي هي متمثلة بعندنا الأسب بلوك اللي هي ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، ريبيديوم، سيزيوم. وعندنا نشوف أنه أول شيء راح نجي ناخذ الصوديوم كواحد. فالصوديوم هو اللي حيكون عندنا انه من ناحية كفلويد اللي حيكون خارج الخلية. فاذا احنا قلنا قبل شوية انه قلنا له اهمية جدا انه بنحافظ على الضغط التوازن الاوزموزي، اوزموتيك بالانس، اللي هي كلش مهمة اللي حنعرفها، اللي هي صوديوم بوتاسيوم بومب. وكذلك ايضا انه اسيد بيست بالانس يحافظ على الحامضية والقاعدية، توازن الحامض القاعدي. وعندنا الكونفورميشن اوف ايضا يحافظ على الكونفورميشن اوف بروتين اند نيوكليك اسيد. وكذلك ايضا عندنا الالكتريكال امبلس اوف عندنا نيرف سيستم، ايضا يحافظ على عندنا النبضات الكهربائيه لعندنا الجهاز العصبي. ماذا نعرف عندنا هنا؟ نحن نتعرف على اللي هي شنو نقصد بعندنا الصوديوم بوتاسيوم بامب. الصوديوم بوتاسيوم بامب او مضخة الصوديوم بوتاسيوم هي عبارة عن شنو؟ راح تحدث عندنا صوديوم بوتاسيوم بامب داخل عندنا الجسم الخلية. لنفرض عندنا هذا هو عبارة عن غشاء الخلية، نفرض انه عن عبارة عن غشاء الخلية، تحدث هذه راح طبعا نستفاد من عندها، راح تنطينا في توليد الطاقة بوجود انزيم اللي نسميه بالانزيم اللي هو الاي تي بي ايز. الاي تي بي ايز راح تحدث عملية انه توليد الطاقة لداخل الجسم الكائن الحي. فبأثناء عملية المضخة فتحافظ على الجهد، في اثناء الراحة راح تخرج من داخل الخلية ثلاث ايونات من الصوديوم، بالوقت نفسه راح تدخل ايونين من البوتاسيوم. في نفس الوقت عندنا هناك اكو موجود عندنا الادينين تراي فوسفيت، ايش راح يحرر لي؟ راح يحرر لي واحده من ايونات الفوسفيت بالوقت نفسه، ويتحول الى ادينين داي فوسفيت بوجود اي انزيم، بوجود انزيم اللي هو حيكون عندنا نسميه بالاي تي بي ايز. بوجود الانزيم الاي تي بي ايز يحفز على هذا العمل، راح يحدث من خلال غشاء
من خلال غشاء الخلية اللي هو حيكون يخترق الخلية اللي هو حيكون عندنا فوسفوليبيد يصير. فإذا عندنا أنه the NAPA the sodium potassium ATPase enzyme is a soluble pump that pumps sodium out of cell while pumping potassium into cell. لح تدخل عندنا بنفس الوقت اللي تخرج به ثلاث أيونات من الصوديوم، ثلاث أيونات من الصوديوم من داخل الخلية، لح نفس الوقت تخرج عندنا حتى نحافظ على الضغط الأزموزي في داخل الخلية، تخرج عندنا شنو أيونين من البوتاسيوم بوجود في النفس، يؤدي هذا العمل إلى عندنا شنو تحرر عندنا شنو أيون الفوسفات، ويتحول الـ ATPase إلى عندنا الأدينين داي فوسفات، فتعطينا شنو هذا إيش لح ينطيني؟ يعطيني الإنرجي. من الطانة عندنا لح تعطيني عندنا الطاقة، وهذا كما ممثل عندي بالمعادلة. فعندنا في داخل الانسايد عندنا راح يصير عندي فيعطينا عندنا الطاقة، فنشوف هنا حيعطينا ادينين داي فوسفات وايون الفوسفات، فيتحول الـ ATPA الى عندنا الى الـ ADP ويعطينا عندنا ايون الفوسفات في داخل الطاقة. فهذا هي عندنا اهمية بالنسبة الى عندنا ايون الفوسفات ايون الصوديوم. نجي على اليمن أهمية البوتاسيوم. أهمية البوتاسيوم أيضا يعتبر هو محفز الإنزيم أكتيفيتر، إنه محفز للإنزيمات، ويدخل في أيضا بالنبث المحال عندنا الصوديوم، هو عبارة عن عندنا الكونفورميشن أوف عندنا البروتين، وأيضا كونفورميشن بالنسبة في تركيب عندنا الار ان اي، وكذلك عندنا سكرين اوف عندنا جاستريك اسيد، وعندنا ترانس ما يدخل في عمليات انه البوتنشال جهد الدخول، عمليه الدخول وخروج المواد عندنا ترانس ممبرين بوتنشال. الممكن ان تتكون يكون هذه عندنا البوتاسيوم والصوديوم يكون معقدات مع عندنا سواء كان الأمينو أسيد أو عندنا المركبات الحيوية الموجودة عندنا في داخل الكائنات الحية. على سبيل المثال مثل عندنا هذا المعقد اللي هو عندنا معقد البوتاسيوم مع عندنا الفالينومايسين، وكذلك هذا عندنا فعندنا الفالينومايسين او بعض الاحيان عندنا المونو سايتين او عندنا النانو سايتين يمكن ان يكون. فاخذنا عندنا في هذا السلايد هو مثال ما بين عندنا البوتاسيوم ايون البوتاسيوم وعندنا الفالينومايسين انه كمثال ان يكون عندنا معقدات لها. وكذلك ايضا عندنا هذا عندنا المثال الاخر اللي هو التفاعل ما بين عندنا تكوين المعقد ما بين عندنا البوتاسيوم ايون البوتاسيوم ويا عندنا النانو سايتين، وايضا من الممكن ان يكونون معقدات مع منهم مع عندنا المايكرو سايكليك اللي هي مثل عندنا ذني نسميها بالكراون ايثر، هذا الشكل نسميه كراون ايثر. ليش نسميناه بكراون؟ هي عباره عن ايثرات تاخذ شكل التاج، فلذلك نسميها بالكراون ايثر. هذا هو ايضا من الممكن ان تكون فيتفاعل المتل الذي يحمل عندنا شحنات فيمكن ان يكون معقدات معها. بالنسبة إلى عندنا المركبات اللي هي حتكون عندنا اللي تكون عندنا إنه النوع الثاني الألكالين إيرث، العناصر القلوية الترابية المتمثلة بالبريليوم مغنيسيوم كالسيوم سترونتيوم والباريوم رادون. فأهم شيء اللي تكون موجودة في داخل الكائنات الحية هي عندنا المغنيسيوم وعندنا كذلك الكالسيوم، وهي تعتبر من العناصر المهمة جدا في داخل عندنا الكائنات الحية. ليش مهمة جدا؟ لأنه احنا نعرف انه الكالسيوم لح تكون تساعد عندنا المغنيسيوم. فأول شيء لح نجي ناخذ أهمية المغنيسيوم. المغنيسيوم طبعا بالنسبة كلنا نعرف انه لح يكون موجود اكثر شيء بالبلانتس النباتات، فلح يكون عندنا موجود بالكلوروفيل،
كذلك عندنا يكون مهم جدا بعندنا الجهاز النيرفس سيستم بالجهاز العصبي. يعني مثلا احنا بعض الاحيان الانسان لما يكون عندنا نشوف تقلصات وانبساط، فهذا يساعد في عمل شنو عمله يساعد في عملية تقلص وانبساط العضلات، يعني انه الاعازات اعطاء الاعازات العصبية للخلايا العصبية. فبعض الأحيان يشوف أنه شخص أنه يكون حدوث تشنجات عنده، فمن ضمن الأعراض اللي نقص المغنيسيوم في داخل الجسم هو حدوث تشنجات في داخل الجسم، هذه دلالة على حدوث على أنه عنده نقص بالمغنيسيوم. هاي إحدى الأعراض اللي يكون عندنا النقص المغنيسيوم والكالسيوم. فإذا عندنا أنه النيرف يكون مهم جدا، بيكون بالنسبة بالنيرف سيستم أنه له أهمية بعمليات النقل في الأكتيف ترانسبورت في داخل عندنا الخلايا بالإنترا سوليار الامبيسيلير اللي هي حتكون عندنا يكون عندنا في داخل الخلايا انترا سيلير، وكذا ايضا انه يعمل على تحفيز الانزيمات، كذلك ايضا مهم جدا بتحفيز الانزيمات وخصوصا على سبيل المثال بالانزيم الاي تي بي اس واللي عرفنا اهميته في عندنا عمليه في مضخه عندنا الصوديوم بوتاسيوم انزيم. كذلك ايضا مهم جدا دائما ان الصوديوم والبوتاسيوم عندنا يكون عندنا لهم عمل يعني صوديوم والبوتاسيوم انه ايضا يساعد عندنا الصوديوم المغنيسيوم هو يساعد في عندنا شنو في امتصاص عندنا الكالسيوم في داخل الجسم، لان كليتنا نعرف انه الكالسيوم نوت سوليبل ان داخل عندنا الكائنات الحيه، الكالسيوم هو نوت سوليبل داخل الكائن الحي، يحتاج له الى ان يكون حتى انه من يساعد ان يكون سوليبل داخل الكائن الحي، فعندنا المغنيسيوم هو الذي يساعد عندنا ان يكون عندنا يخليه ان يكون سوليبل داخل عندنا الكائن الحي. نجي على اليمن على عندنا اهميه الكالسيوم. الكالسيوم هو عندنا الانهبيتس مغنيسيوم اكتيفيتد عندنا الانزيم، ايضا عندنا يساعد على عندنا انه في ايضا تنشيط عندنا الانزيمات. الاكسترا سيلولار كلوتينج عندنا ايضا في يساعد في عمليات تخثر الدم. فعندنا البروثورموبين اللي هو تخثر الدم، يعني احنا لما الشخص لما يكون عندنا يحصل عنده جرح بعد فتره من الزمن حتحدث عندنا خثره الدم، هاي عندنا الخثره لح يساعد في عندنا حدوث الخثره مالت الدم هو عندنا وجود الكالسيوم. فعندنا نقص الكالسيوم فلح يقلل من عندنا، فالبروثورموبين بوجود الكالسيوم لح يؤدي الى انه يكون عندنا الثرموبين اللي هي خثره الدم، وعندنا انه يقاس كميه خثره الدم هو بوجود قياس عندنا الاي ان ار اللي هو عندنا تكون، فنسبه قياس الاي ان ار او تخثر الدم اللي تكون بالنسبه اعتيادي بالنسبه للشخص الطبيعي ما بين عندنا 0.8 الى 1.2، فلما تزيد عن الحد هذا زيادتها دلاله على انه الدم راح يكون عندنا مخفف، انه تقل عن هذا انه الدم راح يكون عندنا ثيك، فتكون عندنا هذه هي انه النسبه الطبيعيه. فنلاحظ انه اهميه عناصر الموجودة في داخل أجسام الكائنات الحية قبل شوية. فهذا عندنا هو الشكل، هو شيء مثل لي مخطط لي عندنا أو شكل الهندسي للكلوروفيل. هنا أنا حتبين لنا عندنا شون الميكانيزم اللي عندنا أوف فوسفيت، زين التحلل شون دي يصير اللي عندنا الفوسفات. لما يجي المتل يجي عندنا هنا عندنا المتل يرتبط وياها، يرتبط المتل مع ايون الفوسفات عن طريق عندنا، يعني احنا عندنا لو نجي نرسم عندنا ايون الفوسفات بهذه الصوره، هذا عندنا هو ايون الفوسفات مرتبط من نفرض عندنا هنا حيكون هذا الارتباط اللي هو عباره عن البي او 4-3، فحيكون هذا هو الشكل الهندسي للبي او 4-3. فمن هنا حيكون عندنا مرتبط بمن نفرض انه بمجموعه ار، فلح تجي عندنا هنا لح تكون عندي اي فلز يكون عندنا ثنائي، لح يكون عندنا يحدث بارتباط ويا،
فراح يكون بآسرة، فرضا عندنا الآسرة هيدروجين، فحيكون عندنا مرتبطة، وهذا مرتبط بعندنا من هنا متى بعندنا هيدروكسيد الفلز، فلح يصير عندنا ارتباط، لح تبدي هذا الهيدروكسيل لح تهاجم المن عندنا أيون الفسفور كما لاحظ هنا، فحتهاجم أيون الفوسفيت فترتبط وياها، وبعد ذلك عندنا أيون الأو اتش لح ترتبط وياها، فلح يصير عندنا ضغط، فتطلع عندنا من هنا المجموعة عندنا الإيثر الأو آر، ويكون عندنا الأم لح يكون عندنا عملية تحلل للهيدروليسيس ويتحرر عندنا هذا. هذا بالنسبة إلى العناصر القلوية أو القلوية الترابية اللي هي عندنا هذا. نجي على اليمن.